اهلا بيكم. هو الفيديو ده ملهوش علاقه قوي بالمحتوى اللي كان موجود قبل كده بتاع الكتب والروايات، بس التشانل هنا مش هتبقى كلها كتب وروايات بس، وده اللي اوضحه لكم بعد كده، بس خلوني ابدا الفيديو. اول ما بدات اعمل البحث بتاع الجامعه كان في مشكله بتواجهني، ان انا ببحث في حاجات مش بلاقي المعلومات اللي انا عايزها بالظبط. سي انا ببحث مثلا طريقه عمل الزبادي بالفراوله، ابحث ايا كان بقى، ابحث في جوجل سكولر، بنك المعرفه، اي مكان، الاقي يجيب لي مثلا الزبادي لوحده والفراوله لوحدها والزبادي بالمانجا وحاجات مش اللي انا عايزها خالص. فحل المشكله دي ايه؟ هي اربع حاجات انا جربت اعملهم وفرقوا معايا، فقلت اشيرهم معاكم. يعني اول حاجه الموضوع اللي انت بتبحث عنه، لو الدكتور مديك الموضوع الرئيسي بس مش مديك عناصر، فانت بتقسم الموضوع الرئيسي ده لعناصر وبتبحث بالعناصر دي مش الموضوع الرئيسي. طب ازاي هتقسم الموضوع دوت؟ تاخد الموضوع الرئيسي العنوان الكبير اللي الدكتور مديهولك، بتحطه عادي في ويكيبيديا، وويكيبيديا بيقسمه لك كعناصر، بتاخد العناصر دي وتسيرش بيها. طب الدكتور مشكورا مديك عناصر على طول، مقسم لك الموضوع الرئيسي العناصر، اوكي تاخد المواضيع العناصر الصغيره دي بتبحث بيها. طيب انت عملت كده برضو وبرضو ستيل عندك مشكله انك لسه مش بتلاقي المعلومات اللي انت عايزها، او لو كنت مثلا مش بتلاقيها بتلاقي المعلومات بنسبه 10%، بعد ما قسمتها العناصر بقيت بتلاقيها بنسبه 20%. طب احنا عايزين نعلي النسبه دي اكتر، نعمل ايه تاني؟ نيجي للخطوه الثانيه، وهي طريقه كتابتك للكلمات الرئيسيه، الكلمات اللي انت عايزها في السيرش نفسه. في حاجه صغيره كده ابتديت اعملها وفرقت معايا، ان هي انت بتحط العنصر نفسه او الكلمه او الجمله اللي انت عايز تبحث عنها بين علامتين تنصيص. يعني مثلا انا عايز اعمل، خلينا نوحد الزبادي بالفراوله دي معانا طول الحلقه دي، مش هكتب مثلا طريقه عمل الزبادي بالفراوله كده، مش هكتبها كده كلها واسيبها وخلاص، هحطها بين علامتين تنصيص. فالعلامتين التنصيص دول هيقول لمحرك البحث هات لي كل الابحاث وكل المقالات وكل الكتب اللي مكتوب فيهم الكلمتين دول جنب بعض بالظبط. حتى لو انت كاتبها بسبلنج غلط مثلا، هتلاقي يجيب لك اللي انت كاتبه بالظبط، الكلمتين دول جنب بعض بالظبط. فدي هتزود لك الحاجه اللي انت كنت بتغلط فيها، مثلا ما كنتش بتلاقي المعلومه بنسبه 20%، هيزود لك اكتر هتلاقيها بنسبه 30 او 40%. طيب انت عملت كل دوت لكن برضو لسه ما وصلتش لحاجه، ومحركات البحث صعبه عليك، محركات البحث اللي هي بتاعه محركات البحث العلمي زي جوجل سكولر وبنك المعرفه وكل دي بيتوهك شويه. هو ينفع تبحث في جوجل العادي؟ ينفع تبحث في جوجل العادي لكن بشروط. ايه هي الشروط؟ انك هتاخد المواقع الموثوقه بس. طب انت ازاي هتعرف المواقع الموثوقه من المواقع اللي مش متاكد من صحتها؟ في حاجة صغيرة بس هتعرفها منها، انك هتشوف الدوت في الاخر، هي اخرها دوت كوم ولا دوت، في دوت ثلاث حاجات كده المفروض هو دي المصادر الموثوقة بالنسبة لنا، دوت اي دي يو ودوت جي او في ودوت او ار جي، اللي هي مؤسسات تعليمية او مؤسسات حكومية او مؤسسات غير هادفة للربح، هي دي بس اللي بتعتدي بيها وممكن تاخد بيها معلومات. طيب انت اوكي دي الخطوة الثالثة، انك خلاص دخلت بحثت في جوجل ولقيت المعلومة اللي انت عايزها. طب ازاي هتعمل بقى سايتيشن اللي انت اخدت الكلمات اللي انت عملتها دي؟ سايتيشن يعني تاخد تكتب الدوت في الريفرنس، يعني تقول لهم انك اخدت الاستشهاد، يعني انت اخدت المعلومة دي من الموقع دوت. احنا كنا بنعمل في جوجل سكولر اللي هو العلامتين التنصيص دول، كنا بنتك عليهم وناخد الحاجة اللي احنا عايزينها، سواء اي بي اي او اي نظام انت شغال عليه يعني. طب ازاي هتحل المشكله دي هنا؟ بتاخد لينك المقال اللي انت اخدت منه، واحنا بس ده بشرط ايه؟ ان هو اخره اي دي يو او او ار جي او جي او في، دول بس اللي انك ممكن تاخد منهم. بتاخد اللينك دوت وبتحطه على ويب سايت بيعمل لك سايتيشن. في كذا ويب سايت كتير في جوجل، هتلاقي مليان مواقع بتعمل سايتيشن، بس الموقع اللي انا شغال بيه وكويس معايا يعني، وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، هو الموقع اللي هيظهر لك فوق دلوقتي هنا. بس كده. هو طبعا كل الكلام اللي فات ده كلام جنرال خالص، مش شرط ابحاث الكليه بس، وانت بتبحث تسيرش على اي معلومه عامه في الحياه ممكن تستخدم الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، ودي مش حاجه محدده لكل الناس ينفع تشتغل بيها يعني، عشان في جامعات محدده سورسز معينه الناس لازم تشتغل تمشي بيها يعني، في جامعات محدده انك لازم تشتغل من جوجل سكولر او بنك المعرفه او سورسز معينه يعني، فما ينفعش، ممكن ما ينفعش تعمل الطريقه دي، بس لو الجامعه بتاعتك او الكليه سايباك مفتوح ممكن تستخدم الحاجات دي يعني. طيب سريعا تاني نكفر كل اللي فات. اول حاجه انك بتقسم الموضوع الكبير الرئيسي ده لعناصر صغيره وبتبحث بيها. تاني حاجه بتستخدم علامتين التنصيص للعناصر الصغيره اللي انت قسمتها دي وبتبحث بيها في محرك البحث. تالت حاجه ممكن تبحث في جوجل العادي بس المصادر الموثوقه، وعرفنا ايه ان هي المصادر الموثوقه اللي اخرها دوت الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم. رابع حاجه بتاخد لينك الموقع اللي انت اخدته من جوجل من الحاجات اللي احنا قلنا عليها وبتعمله سايتيشن في الويب سايت اللي احنا قلنا عليه. بس كده. لو حد عنده اي اضافه او تعديل او اي حاجه او اي سؤال ممكن تكتبه تحت في الكومنتس، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير والحاجات دي، ولو مهتمين بالكتب والروايات ومراجعات الكتب وعايزين تاخدوا فكره عن الكتب وملخصات وكده ممكن تدخلوا تاخدوا فكره في التشانل، تدوس على الزرار الاحمر اللي تحت ده، لو انت بالانجلش هيبقى اسمه سبسكرايب، لو انت بالعربي هيبقى اسمه اشتراك، ولو حد عارف يعمل زبادي بالفراوله يبعت لي. بس كده، سلام.